Do you think Korean is difficult? Korean is the easiest language to learn in the world. It's called language. Let's learn Korean together. Korean Click will help you. Korean Click. 여러분 안녕하세요. Korean Click 노하 선생입니다. أهلا بكم في Korean Click معكم سونسلي نوها. النهاردة هناخد باقي الحروف المتحركة ونطقها مع الحروف الساكنة. تعالوا كده نشوف مع بعض. المرة اللي فاتت لما كنا أخذنا مع بعض الحرف المتحرك اللي هو الـ أ، عرفنا نطقه عامل إزاي. أ أ، وقلت لكم على طريقة ممكن تعملوها. أول طريقة، ودي هتبقى سهلة جدا معاكم لما ضرسكم بيوجعكم، لما بيبقى عندكم صداع بتقولوا أه أه أوه أوه، هو نفس الصوت ده. اللي مش عارف يعمل الطريقة دي، في طريقة تانية أحسن. لو معاكوا قلم عادي، قلم رصاص أو قلم جاف، هتحطوه ما بين بقكم ك أوه 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 ك ن د ر. الطريقة دي نفعت مع ناس كتير قوي. أنا معايا نفع موضوع الصداع ووجع السنان، بقيت ظبطها أكتر. تعالوا كده نشوف نطق حرف ال أ مع بقية الحروف الساكنة عامل إزاي. أول حرف هنبتدي بيه هو حرف، فاكرين اسمه؟ جياك جياك، هيبقى كو جو جو جو. نين نو نو نو. الديجت د د د. ريل ر ر ر. النيل نو نو ن. الفيل ف ف ف. الشياط س س س. الإيل أ أ أ. الجيت ج ج ج. التشيت ش ش ش. الكيك ك ك ك. التيت ت ت ت. البيك ف ف ف. الهيت ف ف ف. تعالوا كده نقول كل الحروف تاني مع بعض. عايزين نفتكر نطق الحرف عامل ازاي. أ أ أ أ. ج ج. ن ن. ز ز. ر ر. ن ن. ف ف. س س. أ أ. ز ز. ش ش. ك ك. ت ت. ف ف. ر ر. ناخد نفسنا بقى شوية كده، نستريح شوية. بس هي دي فعلا أسهل طريقة عشان تعرفوا تنطقوا الحرف ده بالذات. طب تعالوا ناخد حرف تاني من الحروف الساكنة، هيبقى نطقه أسهل ليكم شوية. فاكرين الحرف ده كنا بننطقه إزاي؟ الحرف الأولاني اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت كان أو، من أورانج. أوكي، لكن الحرف ده بنضم البق قوي، بيبقى أو أو. الأولاني كان أو،
او ده او او او. تعالوا كده نشوفوا مع الحروف اللي ساكنة عاملة ازاي. ما ال دي بو بو. مين مو مو. ديدت دو دو. ريل بو بو. ميم بو بو. بيب بو بو. شيوت سو سو. إن أو أو. جيت جو جو. شيت شو شو. كيف هو هو. تيت تو تو. تيب فو فو. هيت هو هو. تعالوا كده نقول الحروف كلها مرة واحدة. هو 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 هو. دو دو. رو رو. نو نو. بو بو. سو سو. او او. جو جو. شو شو. كو كو. تو تو. فو فو. هو هو. نعمل تمارين بقى للبق تاني عشان نرجعه لوضعه، عشان نعرف نقول باقي الحروف مع بعض. يبقى احنا كده عرفنا حرفين متحركين لغاية دلوقتي في كلاس النهارده، ال أ وال أو. تعالوا كده نشوف الحرف اللي بعده، حرف ال إي. ال إي وده سهل جدا في نطقه ومريح كمان. تعالوا كده نشوف مع بعض مع كل حرف ساكن هيبقى نطقه عامل ازاي. مع الجيق هيبقى جي جي. مين مي مي. الديجت دي دي. ريل ري ري. ميم مي مي. البيب بي بي. الشيط هنا هيتنطق شي شي، مش هيتنطق سي. ليه؟ علشان حرف الاي لما بيجي مع الشيط بيتنطق شين مش بيتنطق سين. فاكرين لما قلت لكم الكلام ده قبل كده في اول كلاس؟ لما الحرف ده حرف الاي حرف المتحرك بيجي مع الحرف الساكن الشيط بيتنطق شين، هيبقى شي شي. الإيم هيبقى إي إي. الجيت هيبقى جي جي. التشيت هيبقى تشي تشي. الكيك هيبقى كي كي. التيت هيبقى تي تي. البيب هيبقى بي بي. الهيت هيبقى هي هي. تعالوا كده نقول الحروف تاني كلها مع بعض سوا. جي جي جي. مي مي مي. دي دي دي. ري ري ري. مي مي مي. بي بي بي. شي شي شي. اي اي اي. جي جي جي. تشي تشي تشي. كي كي كي. تي تي تي. بي بي بي. هي هي هي. احنا كده اخذنا ال أ و الأو والإي. تعالوا كده نشوف مع بعض الحرف الأخير اللي معانا النهاردة وهو حرف إيه
فاكرين نطقه؟ فاكرين لما قلت لكم ان الحرف ده بتحسوا ان نطقه بيطلع من هنا؟ تعالوا كده نشوف نطقه مع كل الحروف الساكنة بيبقى عامل ازاي. مع حرف إيجيوك هيبقى جو جو جو. مع النين هيبقى نو نو نو. مع الجيجت هيبقى دو دو دو. مع الريل هيبقى رو رو رو. الميم مو مو مو. مع الكير بو بو بو. طب مع الشيوت هيتنطق ازاي؟ هيبقى هيتنطق حرف السين عادي، علشان ده مش حرف الاي. حرف الاي بس مع حرف تاني هتعرفوه بعدين بيتنطق شو، لكن هنا هيتنطق صو صو صو. مع الاين هيبقى او او او. مع الجيت جو جو جو. مع تشيت تشو تشو تشو. مع كيت كو كو كو. مع تشيت تو تو تو. مع بيب تو تو تو. مع الهيت هو هو هو. تعالوا كده نشوف مع بعض تاني الحروف كلها نطقها ازاي. جو جو جو. نو نو نو. دو دو دو. رو رو رو. مو مو مو. بو بو بو. سو سو سو. او او او. جو جو جو. تشو تشو تشو. كو كو كو. تو تو تو. كو 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 كو. هو هو. نعمل تمرين تاني لبقنا، نحاول نرجعه تاني لوضعه. احنا النهارده اخذنا كذا حرف متحرك ونطقه مع الحروف الساكنه. اخذنا حرف الاو وحرف الاي، حرف الاو، حرف الاو. تعالوا كده نشوف شويه العاب مع بعض زي ما احنا متعودين دايما. نبتدي باللعبة دي، فاكرينها؟ يلا كده نشوف مع بعض. مين؟ جي. مي. هي. اي. تي. دي. مي. شي. مي شي شي تي تي شي تي تي. مي جي جي جي. شي بي شي. ري هي. مي شي شي جي شي. مي ري. بيجروا بسرعة جدا. طب تعالوا نشوف اللعبة التانية. ميزة الألعاب التعليمية إنها بتبقى مسلية ليكوا وفي نفس الوقت بتثبت المعلومة. تعالوا نشوف اللعبة دي مع بعض. كي كي جي كي. جي. دي ني ني. تي دي تي. دي.
لي لي. بي مي مي بي بي مي شي 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 اي اي تي جي تي جي تي شي تي شي كي 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 يبقى كيف شوية تي 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 هي 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 حلو. ناخد لعبة رابعة، مثال دي اللعبة الصعبة شوية اللي بتبقى أوديو بس. تمام، لا دي بالحروف. طب تعالوا ناخد اللعبة اللي بتبقى أوديو بس، نحلها كده مع بعض. أوكي مش موجودة معانا، خلينا ناخد دي. تي جي تي جي تي 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 لي ري لي ري كي كي دي مي دي اي 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 شي 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 بي 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 كي بي كي بي كي هي كي هي بي مي بي مي تي شي تي شي بي 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 تي دي تي دي. وكده احنا خلصنا النهاردة الدرس مع بعض، اخدنا 4 حروف متحركة ونطقها مع الحروف الساكنة. اخدنا حرف ال أ والإي والأو والأو أو. أشوفكم إن شاء الله الكلاس اللي جاي. تعالي منايا كم سامي دايرون كوريان تريك بانجا بانجا كيل